الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدين جدا أنه نسجل هذا اللقاء مع الدكتورة هانية مرسي فضل في لندن، من لندن ومن منزلها العامر. وطبعا ده واحد من اللقاءات ان احنا سعيدنا جدا بانه نتوفق في انه نقوم بالتسجيل مع الدكتوره هانية. من فتره طويله كنا بنحاول انه نقوم بالتسجيل هذا اللقاء مع الدكتوره هانية، وطبعا لانه سمعنا عنها كثير، وما عشان هي سودانيه وبس، وانما لانها هي يعني اذا جود اكزامبل، مثال جميل للدور اللي بيقوموا به الناس اللي سافرت وهاجرت وتركت بلدانهم، اللي احنا بنسميهم في المشروع بتاعنا اللي كلكم تعرفوا عنه، اسمه الانترناشونال دياسبورا بروجكت. وكانت هي نموذج لنا، لان اساسا المشروع ستارتد وبدا في 2008 بانه يبرز هؤلاء، بدينا طبعا بالسودانيين لكن هو بيشمل كل الجنسيات اللي بتعمل خارج بلدانها، إنهم لظروف كثيرة هاجروا خارج بلدانهم ونجحوا خارج بلدانهم وبيعملوا في أعمال مشرفة وجميلة ومفيدة لبلدان اللي هم عايشوا فيها وللسودان، والبلدان اللي هم أساساً عندهم رابط بها من ناحية ولدوا فيها، علاقاتهم بها الأسرية الاجتماعية. فدكتورة هانية كانت دائماً من نزعة دائماً، بس لكن لمشغولياتها وسفرها وتمشي السودان ما قدرنا نتوفق إنه نقابلها. فأنا سعيدين جداً إنه يكون معك يا دكتورة الليلة، ونديك فرصة تحيي الناس اللي بيشاهدوا فيك من كل العالم دي. شكرا جزيلا وأهلا بكم ومرحب، وكل عام وانتم بخير وميري كريسماس. And we hope that 2018 will be happy, peaceful and prosperous for everybody. طيب، نحن طبعا في لقاءاتنا دي او في الانترفيوهات اللي بنعملها مع الناس يعني النماذج الجميله دي من الدياسبورا او الذين يعيشون خارج اوطانهم زي ما بيسموهم، او المغتربين بمعنى اخر، بنسعى الى انه خلي الضيف يعرفنا بنفسه. يعني بنحاول نحن ما بنقوم نقول السي في بتاعته ولده وين ودرس وين وعمل شنو، لكن بنحرص في انه نديه فرصه انه يدينا فكره سريعه لحد ما هو وصل الدوله اللي هو هسه عايش فيها. طبعا الدكتورة هانية برضو هي جنسيتها بريطانية، هي تحمل جنسيتين طبعا لأنها عاشت هنا واشتغلت هنا في بريطانيا. فإحنا دكتورة في الأول ده إنك تعرفينا يعني نقول لك اختصري مرحلة حياتك لحد ما وصلتي لندن هنا في عجالة. أدينا فكرة عن الدكتورة هانية لحد ما وصلت المملكة المتحدة في أوائل السبعينات حسب ما بتذكر. أوكي، I did my undergrad in Egypt and was brought up there. Then when I finished medical school in Alexandria Faculty of Medicine, I traveled to Sudan and I did my housemanship and 4 years until I got a scholarship from Ministry of Health of Sudan to travel to UK, London, and specialize in diagnostic radiology. تمام. طيب يا دكتورة، قبل ما نجي لليوكي هنا في سؤال أكيد حيشغلنا وحيشغل الأطباء اللي بيشاهدوا فينا كثير. دائما لما نقابل طبيب أو خريجين كلية الطب مثلا في السودان أو في كل العالم، لو سألته عايز تتخصص في شنو، غالبا يقول لك والله عايز أقبل جراح، عايز أقبل متخصص في جراحة المخ، في الأعصاب، عايز أقبل. لكن ما كثير بيقابلنا حد بيقول لك والله عايز أتخصص في الراديولوجيا والأشعة. فمن وين انت جاتك الرغبة في انك تتخصصي في هذا المجال؟ والكلام ده يعني بتكلم عن السبعينات، من وين جاتك الرغبة تتخصصي في مجال الراديولوجي؟ It was a small incident when I was doing my housemanship. I was doing pediatrics and while we were doing a round and one of the young consultants, he just came back as a consultant pediatrician from UK. And he quizzed me in one of the chest x-rays. And at that time, of course, teaching of imaging or radiology wasn't that. And I didn't know. And that day, I went back to the consultant, Allah yarhamu, Dr. Abdullah Youssef, in the radiology department, and told him, I want to know everything about radiology. And that day, it was a challenge because I felt that I failed to answer him. اوكي، والغرام ده طوالي يعني تترجم لانه جاتك الرغبه انك تتخصص في، يعني وانت كنت بتاعت بتياسلكس قلت لي، يعني ما فكرت انه مجالك اللي انت شغاله فيه ده وفي انترست ليك تواصلي فيه ومثلا تتخصصي فيه؟ Not really because that was the first rotation pediatrics I went
along everything. And I've got a feeling that in any specialty, you have to know X-ray, you know radiology. Okay. So I wanted to open the sphere through radiology. تمام. طيب وكونك جيتي في 1974 هل انت حسب ما عرفنا انك كنت اول امراه سودانيه تبعث للتخصص في هذا الموضوع؟ نعم وانا برضو كنت اول امراه اخذت الفيلوشيب في الراديولوجي. ممتاز ما شاء الله. طيب يلا كده احكي لنا بعد ما جيتي بريطانيا درستي فين وخلصتي وين واشتغلتي وين وعملتي شنو؟ جيت اشتغلت في سانت بارثولوميوز هوسبيتال في لندن هنا في لندن بعد كده ل For family reasons, we moved to Birmingham, then came back and finished my fellowship and worked as general radiologist. And then the late 80s, it was a political decision. Margaret Thatcher agreed on having the breast cancer screening program because of the increased incidence of breast cancer. Then I joined the breast cancer screening program at its inception and I was first consultant job as a breast radiologist it was in 1990 at Charing Cross Hospital ما شاء الله يعني انت حتى في اليوكي هنا في بريطانيا من الاوائل اللي هم يشتغلوا في هذا المجال في البريست ذاتس ترو وانت رغبتك في انك تتخصصي في 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 الكانسر بتاع الثدي بالتحديد هل جات من اي قصه معينه ولا يعني لانه ليه بالتحديد تخصصتي في يعني طبعا ما حاسالك السؤال المرات الناس يسالوا يقول لك عشان انت ويمن تخصصتي في الثدي لا انا سؤالي لك يعني ليه بس بالتحديد تخصصتي او عرفنا انت ليه حبيتي الراديولوجي لكن ليه تخصصتي في 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 الكانسر بتاع الثدي بالتحديد اول لما جيت كنت في سانت بارثولوميوز في 75 اي هاد ا جريت وومن هير نيم واز اودري تاكا She was a consultant, a radiologist, and her interest was breast. And she was one of the leading breast radiologists in the whole country. And we were friends, and she was the big influence. And I was interested in breast from then. And when the cancer screening program came, it was my chance. I remember she said, Hania, you're good at mammography and you like it and you have to join the screening program. اوكي وبعد كده اشتغلتي في طيله باقي مدتك في بريطانيا اشتغلتيها في ممتاز. طيب بيجي السؤال اللي هو كثيرين الناس بكونوا اكيد متشوقين يعرفوها وحيكونوا يعرفوه. من وين جات الرغبه في انك انت ما شاء الله بقيت عندك هذا الكم الهائل من الخبره والمعرفه والدرايه والبروفيشنال اكسبيرينس حتى في موضوع نادر جدا يعني انت هنا في بريطانيا في كل العالم اي مكان لو عايزه تشتغلي بتشتغلي يعني انت عملتي في اكبر المستشفيات هنا في العالم تعتبر وفي موضوع متخصص شديد من وين جات يا ريت لو تورينا اول مره جات الفكره بتاعتي انك تمشي السودان وتعملي مستشفى بالتخصص في نفس هذا التخصص من وين جات الفكره دي يعني من وين اول مره جاتك الفكره انك تمشي السودان تعملي مستشفى يتخصص في جراحة في الكانسر بتاع الثدي من وين جت الفكرة دي؟ Like everybody, I mean even from when we came first, they send you for a scholarship and you think that I'll go do the specialty and go back and you have your private hospital, no. private clinic in Sudan. No. Usually everybody in diaspora you think of going back. But for family reasons, we stayed more and longer period. And after 20, more than 20 years working in the breast cancer screening program, and I went and visited home, okay. Sudan, after a very long period. And it happened that I had a cousin, a lady, young cousin, she was in her 40s, and a couple of friends, they died because of breast cancer. And when I came back, that was really, what inspired me was the wealth of experience I've been working and as you know what happened in the breast cancer screening program the methods of investigation and treatment really advanced very much in the last 20 years and that what really made me think you have all this experience and after all these young women in Sudan they are dying I have to do something somehow to help them. ممتاز والله ده شعور جميل وفي في في بنفس اللحظه انت فكرت فيها بالتفكير ده
يعني هل لقيت انه دي الطريقه الوحيده اللي انت ممكن تساعدي بها السودان وتساعدي بها الومن الداينج ديل؟ ما جاك يعني في ناس كثيرين بياخذوا ما بيسميه السلبي او هو سلبي اللفظ هنا قاعد يكون شويه الناس ما تقبله، لكن بنسميه بالانجليزي اللي هو الباسيف، يعني ما بكون برو اكتف. انت كنت برو اكتف، يعني مشيتي خطوه انك تمشي وتعمل الحاجه بنفسك. يعني طوالي فكرت في انك تقومي بالعمل الضخم ده، ما كان في تفكير في انه تعمل حاجات قبلها مثلا تساعدي تشاريتيز مثلا، او تمشي زي ما معظم الناس احنا بنروح نعمل محاضرات نساعد في رفع المقدرات؟ فطوالي جاك التفكير يعني الضخم ده انك تمشي وتساعدي الناس دي طوالي بانك تعملي هوسبيتال وكده، ولا كان التفكير في الاول حاجه بسيطه ومرحلة جرادولي أكثر؟ الحقيقة يعني I was lucky because of the money, you see. We had the money, yes. And that's something very important, of course. It's not everything, but it is important. I had the money to do the hospital and to do something big. I mean, when you have something, if you can invest millions, and it's not easy, but I wanted to do it, and you have the money, you have the experience, and emotionally it was right, as you said, in diaspora all the time, you feel that I want to go back, I want to give back something home. Okay. طيب هنا بيجي السؤال برضو معظم الناس حيسألوه، كل الناس اللي قابلناهم البروفيشنال والدكاترة بالذات في الميديكال فيلد بيجي بيشتغل في السعوديه في بريطانيا في امريكا في غيره، بيكون داير يمشي يرجع ويعمل له مستشفى وكلينيك ويبدا، ودائما يقول لك يا اخي احنا نمشي نستثمر في السودان، الظروف صعبه، الاجراءات معقده. طبعا ده يعني طوال يعني الحاجه احنا دائما كل الناس اللي برا قالوا انا قابلت في معظم العالم، في الامارات في امريكا في كندا في اي مكان، فعارفين ده حيكون موضوع طويل النقاش، ممكن ده الحلقه اللي حاول، لكن توقعاتك شنو لما بدأت تفكر في انك تمشي السودان وتعمل مشروع بهذه الضخامه؟ توقعت شنو من المصاعب اللي حتقابلك والتسهيلات اللي ممكن تلقيها؟ توقعاتك شنو عن السودان من ناحيه بتاعت انك يو ونت تو بيلد تبني لك مستشفى ضخم بهذه الكواليتي في موضوع متخصص، كانت توقعاتك شنو والحصل شنو بعد كده؟ Actually I was naive. I didn't really do a proper study or anything. I thought, oh, it's okay. You have the money. It's your country. A lot of people were ready to help me, and they said it's fantastic. And I remember as well, the Minister of Investment said that's something very good if you want to come and. What time لما بديتي تبدي في الشغل كان؟ في أي عام؟ 2005. من 2005 بديتي في موضوع. Yeah, you have to find, of course, the land and plans and building and it's a bit. And there were a lot of encouragement from family, from relatives, from everybody. They hear that it's a big problem, and more or less you either have a relative or a friend or somebody who died. Okay. Yeah. طيب وليتحد لقيت يعني ليتحد كان هي طبعا اكيد ما كانت سهله، لكن ليتحد كانت صعبه شيء يعني ادينا من يعني حاجتين ثلاثه من اكثر الصعوبات اللي قابلتك. هسه لو في حد بيشاهد فينا هنا مثلا طبيب اخصائي عايش 30 سنه 20 سنه في السعوديه فينا داير يمشي يعمل كلينيك حتى هيز اون كلينيك، يعني ما شرط تكون فاونديشن فيها نون بروفيت، يعني اكثر حاجات لسونس لين الناس في التاجر، اكثر حاجات ما هي نصائحك لناس زي ناس دارب شان في السودان اعمل حاجه؟ نصائحك ليش شنو اكثر الصعوبات شنو؟ The idea was, of course, I want to do exactly what I used to work here, the state of the art. You want new equipment, you don't want second hand and all that. It's not easy, but as I said, financially I thought we can buy that, but that's not everything. Okay. Yeah. We are still a developing country. You have to think of anything and everything. It's not easy. Okay. And it's you have to be really patient, very patient. And وانت كنت patient قدر كيف؟ كم سنة كنت patient؟ A lot, because when we put the foundation on the 22nd of December 2005. أيوة. And that day they said it will take 2 years. صح.
سنتين يعني 2007 كان مفروض تفتح المستشفى. Yeah, we should, yes, launch should be done. Unfortunately, we opened in 2010, and along the way, a lot of perseverance, hiccups, and problems. You stop and start again. It wasn't easy. It was really, it, you need to be really patient and a lot of perseverance. And قوة شديدة في التحمل. تمام. طيب مشيتي وفتحتي المستشفى في 2010. نعم. طيب بعد فتحت المستشفى طبعا بقيت انت في على ارض الواقع وبديتي تبدي في علاج ومساعده النساء المصابين بالسرطان الثدي وهكذا على ارض الواقع زي ما هنا انت تعرفي في انجلترا يقول لك احسن زول بيكونوا زيك انت جايب معلومات من ارض الواقع انت من ارض الواقع في السودان وعايشه في السودان وشفتي في على ارض الواقع لقيت الوضع شنو فيما يتعلق بسرطان الثدي الوضع عموما يعني على مستوى السودان شنو Unfortunately, breast cancer is about 30% or one third of all cancer in women. ده في العالم ولا في السودان؟ لا في السودان. يعني كل النساء في السودان. لا تلت الكانسر ما في أي ست. أي ست. الكانسر كله في الجسم الثدي بياخد تلت. تلته. والله رقم كبير جدا. Very big proportion you're right. طيب والافرج يعني طبعا هو بيصيب ما عنده يعني خصائص اي امراه ممكن تصاب به ما عنده يعني الفقر ولا الغنى ولا حد في حاله كويسه كل اي انسان ممكن يصاب به صحيح؟ ممكن يصاب به اي انسان لكن there is a little bit increased incidence in affluent even the west we don't know why is it the food الافلونت اللي هو يعني الطبقات شوية بيكون يعني الانسيدنس اكثر يعني سبحان الله يعني هذا بيحدث حالات اكثر في الشويه ايوه يعني is it something people eat is it in the environment or whatever لكن of course it happens all age groups and of course as we all know cancer is supposed to be old age disease ايوه in Sudan we found another peak of 50 and 60 that should happen we have peak in the 30s and 40s unfortunately يعني العمر من 30 ل 40 برضه فيهم ارتفاع ودي يعني بقت تظهر في السودان ولا حسب خبرتك العالميه برضه في العالم كده ولا بس في السودان والله what I'm sure of it is in the Mediterranean Egypt Saudi Arabia in our region why exactly لانه ده عمر بدري يعني 30 ل 40 yeah and it is much more aggressive طيب وهنا أصلاً طوالي بنسمح في بريطانيا هنا طوالي بيعملوا يعني تيست للويمن كل سنة أو غيره نحن طبعاً ما بنقارن السودان ببريطانيا لأنه دولتين مختلفات في السودان الحاصل شنو من وزارة الصحة في على مستوى البلد يعني السيدات الوحدة بتعرف كيف إنه عندها يعني بالصدفة كده تعرف إنه في حاجة تمشي للدكتور يكتشفها ولا في برنامج في السودان يعني حسب معلوماتك أنت في السودان الوضع شنو في المتعلق ب يعني التعرف على انه في سرطان للثدي للسيده بيعرفوا كيف the awareness program usually it's active during October which is the international cancer awareness month okay that's it is much more predominant and WHO and a lot of organizations they are active yeah طيب الوزاره بتعمل ايش وزارة الصحة يعني الرسمية هل عندها برنامج للتوعية عن المرض عندها برنامج انه بيعملوا تيست اختبارات للليديز ولا فيش بالضبط التوعية فيه وبترسل برضو groups to go and have awareness programs in the states they've been doing that for a long time اوكي يعني بيمشوا ناس للولايات بيكلموا وفعال هذا البرنامج يعني شو فعاليه كويسه حسب خبرتك في خرطوم وكده يعني بيقدر يساعد في انه المراه تعرف بدري في السودان عموما definitely nowadays with the you see now we have television and the awareness has increased especially in the last 7 years we can see that women come with smaller lesions the a lot of women have learned to examine themselves and when they feel something they go and seek help لكن انت في المركز بتاعك اللي عملتيه
بيجوك السيدات بعد ما يكون already هم عرفوا انه عندهم حاجه مش كده ولا mainly of course it is for the symptomatic they come symptomatic بيجوك باعراض غالبا تكون هي. طيب هل الاس انتوا طبعا ما عرفناه ونحن وسمعناه كثير مركزك ده مش هو بالخرطوم بس وانما هو تقريبا المركز الوحيد المتخصص في يعني سرطان الثدي في المنطقه بتاعت شرق افريقيا دي كلها. هل الكلام ده صحيح؟ ما في في المنطقه دي كلها اي مركز ولا مستشفى بتعالج او بتهتم بسرطان الثدي مثلا؟ سمعنا الكلام ده في وسائل الاعلام يعني. Yeah. As you know we are really the only specialized center. We do now like everywhere. It's multidisciplinary team treatment. No. You see, the lady first, she goes clinical, then imaging, then biopsy, then we have what we call MDT, multidisciplinary, and the whole team بالضبط, we diagnose. طبي بيدخل فيه كل الجراحين والتشخيص وديل. وده متوفر بس عندكم انتو في المركز. والله ايوه. يعني في المستشفيات الثانية في السودان معنا. طيب انتوا مش مركز صغير هسه ما كبير يعني هو مركز هاي صح لكن هو لو انت بتقولي هو انه الوحيد في المنطقه دي كلها كيف هسه طيب ما اكيد ما بتقدر ولا بتكونوا بتعالجوا يعني بكم في المية بتتوقع انتوا قاعد تعالجوا من اللي عندهم حالات بتاعت سرطان الثدي في السودان؟ يعني طبعا ما عندك ستاتستيك 100% لكن انت بتعالجوا قدر كم مثلا في السنه؟ يعني نحن اب تو ديت we've seen just visiting ladies who came doesn't mean they are all أيوة. cancer about 25,000 ladies yeah منهم we diagnosed حوالي 2,000 breast cancer. وبتتوقع السودان فيه كم حاله فيها السيمتومز او يعني عارف دي ستاتستيك صعبه السودان بتتوقع فيه زي كم حاله بتاعت ladies او سيدات عندهم اعراض ممكن تكون في النهايه يعني سرطان الثدي؟ والله اعتقد I'm not sure بيكون في كل سنه حوالي ما اقل من 1200 نيو كيسز ده في كله رفلي كل سنه yeah. ايوه معناته في كثيرين ما بيلقوا طريقه للعلاج هسه هو طبعا بيمشوا لانه ممكن السيده تمشي لجنرال سيرجن اللي بس جراح ويعمل لها يعني يشيل لها الثدي أيوة. او لكن انه يتعاملوا يعني تتشخص وبعدين تتشال عينه وتتعالج يعني according to the protocols or the international guidelines فهي الميزه انه when she comes everything is under one roof يعني عندكم في المركز yeah from the minute she comes in diagnosis or treatment so the patient builds a relationship with the doctor the place the nurses so that helps them and help us the rapport between us اوكي ونحن نتمنى من اللي بيشاهدوا فينا ديل يعني اكيد اكيد بيكون نشروان ناس لو في اي بيشن يعني ما دارين نتكلم على شخص بالتحديد لكن لو في اي حد داير يتدخل معانا عن اي تجربه في الموضوع ده الناس بالذات الدكتورز والفي الميديكال فيلد. طيب يا دكتوره احنا طبعا سمعنا في الميديا وفي كل العالم بالذات احنا في بريطانيا هنا سمعنا بانك يعني العمل الجميل الغمتبي والعمل المقدر ده عمل كبير جدا وانه شخص ياخذ فلوس ويمشي يحطها في مشروع ضخم بالطريقه دي. انت كرمتي من الملكه هنا اعطوك الاو بي اي فاول حاجه يا ريت لو توري لانه في ناس مثلا ما بيعرفوا الاو بي اي دي شنو بابسط حاجه بالعربي هي الاو بي اي دي شنو وحسب ما انت طبعا مشيتي ومشيتي القصر واعطوك الجائزه دي او التكريم ده يعني شنو هو اشرحيه انت انا ممكن اشرحه لكن عادي كده تشرحيه ماذا ما هي الاو بي اي يعني هسه انا بكره نادوني وقال لي تعال نحن نديك او بي اي اكيد بوروني ادوني لي انت اول حاجه اشرح لهم ما هي الاو بي اي ونمرة اثنين شنو هي ادوك لها عشان عملتي شنو عشان انت اول امراه مثلا في الراديولوجي يمكن احطوك لها عشان شغلك في بريطانيا هنا انت كنت من الاوائل هنا برضه في الكانسر ريسيرش ليه احطوك الجائزه دي؟ انت ام اكيد تستحقيها طبعا احنا دارين نعرف ليه قالوا لك نحن احطيناك لها ليه؟ OBE it's order of the British Empire ايوه اللي هي بالعربي يعني شنو؟ لو بتقدري بالعربي يعني بتغارش بتعادي شنو عندنا في الدول العربيه مثلا؟ والله انا ما بعرف الترجمه اللي هو اعلى 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 وسام بتاخده المواطن لكن هنا النايت هاير ذان ذا او بي
يعني التقدير يعني هو تقدير من الـ من الـ من الكوان الملكة لمواطن في شنو بالضبط التقدير؟ هو كان التقدير اللي أنا عملته للمرأة السودانية في مجال الصحة. يا سلام، يعني شو اللي عملتيه في الخرطوم؟ نعم. يا سلام. وكيف الإنجليزي عرفوا بالكلام ده كله؟ يعني عرفوا قبل ما ناس سودانيين، ما ناس كثيرين ممكن يكون ما كانوا عارفين، كيف عرفوا بالتفاصيل دي كلها إنك أنت مشيتي وعملتي؟ يعني دي تفاصيل عميقة دي. والله أفتكر بيكون يعني definitely من خلال السفارة الإنجليزية في السودان. أيوة. لأنه بيكون في أنشطة وسمعوا في السوشيال يعني اللي حصل شنو، وأفتكر بعد كده they come and investigate and make sure that it is true، وبعدين برضو بيتصلوا بالناس اللي اشتغلوا معك. يعني لما I should say in English. When we started, of course, we didn't have specialized breast surgeons and nurses and all that. So what we did, when we opened, I had, which I'm really grateful for all my colleagues, like Mr. David Skidmore, Diane, the superintendent radiographer, other radiographers and the nurses. What we did, all my colleagues traveled to Sudan, and the surgeon used to come every month, attend the surgery, and he trained and taught the Sudanese general surgeon to be breast surgeons. Okay. Because yeah. As you know, يعني مع البريست you do the axilla, الغدد اللي تحت الإبط. والحتة دي فيها أوعية و it's difficult. فهي kept coming for 18 months every surgery, and he trained them until after 18 months he said no, they are very good, I don't need to come anymore. Okay. طيب يا دكتورة سؤال. You have, it's not only to open the hospital, you see, and this is the most difficult part. إنه خصوصا إنه ما في treatment أساسا في الموضوع. You train the whole people in the discipline, surgeon or radiologist and all the disciplines, and after 2 years now we have all Sudanese staff. والله طبعا أي سوداني بيكون very proud وفخور باللي أنت عملتيه. إحنا جاتنا مسج كتير، الناس كلها فخورين باللي عملتيه، وده جزء من الأهداف كانت تحت المشروع ده لما بديناه في 2008. إنه يعني مرات تلقى ناس كثيرين، إحنا مش عشان دارينهم عشان يكرموهم ويجيبوهم في التلفزيون والإعلام، لكن بيكونوا هم نجاحاتهم زي ما ستي حصل لك، يعني لحد ما الدول اللي هم عايشين فيها كرمتهم للشغل اللي عملوه. أنت في حالتك هسه كرمتي للشغل اللي عملتيه في السودان. فأكيد إحنا دائما إحنا مش بنقول الحكومات في العالم الثالث أو مش في السودان، في كل الدول اللي لسه إحنا مهتمين بها في نيجيريا وين، بنقول انه المفروض يعني يكونوا الناس المهاجرين دي يعني الدوله تكون دائما مربوطه بهم شديد. يعني هم ناس يحصل حصل في السفاره الامريكيه والسفارات كلها، كل ما يكون في انتخابات بيمشوا الناس ينتخبوا لانهم مواطنين عاديين. يعني فاحساسك شنو لما مشيتي القصر ودخلت القصر وانت تدخل القصر مش هتتفرجي فيه، الناس بيخشوا عشان يزوروه كسياح، انت مشيتي عشان تستلمي جائزه، وجائزه من يعني من الجوائز اللي اي حد ياخذها هنا بيحس بايه، بقيمة حقيقية إنه عمله فيه فايدة. أجمل حاجة الإحساس لأي إنسان يعني إنه عمله مش يغدر من الحكومة ولا من الرئيس ولا من غيره، لكن عمله الناس بيشوف فيه فايدة للمجتمع، وده أهم حاجة. حتى سجل الجامعات عندنا أهم حاجة عند الجامعة إنه يقول لك التأثير على المجتمع. كل ده لو ما فيه تأثير على، طيب إحساسك شنو؟ طبعا أنت دخلت هناك as a British citizen ومواطنة إنجليزية بيكرموك لأنك يعني الحكومة الإنجليزية تفتخر بك إنك عملت شغل للعالم الثالث للسودان، وأنت دخلت هناك وأساساً مشيت السودان بإحساسك تعملي، يعني إحساسك شنو؟ هل كنت سعيدة إنك كرمت كمواطنة إنجليزية من قبل الحكومة الإنجليزية، ولا سعيدة إنه التكريم جاء لعمل هو في السودان في أفريقيا؟ سعادتك أنا عارف طبعاً كل ده ممكن يكون كان فيه، لكن أكثر حاجة كانت يعني بيقولوا على بالعربي انا العربي بتاعت يعني جياشه في صدرك شنو كانت؟ يعني اكثر احساس قدام اولادك بتحسي بالبراود شنو فيه كان؟ الحقيقه I was really proud and very happy because it wasn't expected and that was in the middle of 2015. Fortunately by then we just did break even
يعني يدوبك وقفنا على رجلينا يدوبك طوال المركز يعني we had to subsidize but then it was the first year we did break even but still we had a lot of other issues and you see it was difficult with the sanctions and you can't get spare parts no. and a lot of issues and it was very hard work no. and it was great unexpectedly with all that when you feel that somebody knew and somebody came and patted on your shoulder and said salam. Well done it was fantastic وهذا الشخص طبعا الامير صح ويليام مش نايا ويليام الكبير ايوه ويليام ويليام يعني he was really very nice it's just three or four sentences it was fantastic yeah. ممتاز طيب انت بعدها تقريبا 5 او 6 شهور برضه كرمك الرئيس البشير في السودان اداك وسام الاعلى وسام تقديم تقديري في البلد لمساهمتك في البلد ف يعني طبعا مع ذلك السؤال كان حيكون عادي لكن السؤال ما عادي انت كرمتي هنا من منطلقات تانية ومشيت هناك لما مشيت هناك في القصر برضه مشيت في قصر الجمهوريه وكرموك وكان منقوله على ناس كلها شافتها احساسك كان هناك شنو لما كرمك الرئيس البشير ما هنا كرمك ويليام والنيابه عن الملكه وهناك كرمك الرئيس البشير بانك قدمتي للبلد دعلة وسام في السودان احساسك به شنو خاصه انك انت ما كنت عايشه جزء كبير من حياتك ما عايشه في السودان فاحساسك كان شنو وانت بتمشي تستلمي الجائزه دي مثلا ما as well I was really proud and happy to get the وسام وسام النية اسمه شنو بالعربي الوسام الاخير اوردر اوف ديستينكشن اللي هو الامتياز من الدرجه الاولى الدرجه الاولى اللي هو اعلى حاجه لل Yeah. وبرضو احساسك كان عشان انت حاسه انه يعني مش في بلدك وبس لكن احساسك هل كان انه حليتي مشكله للناس ولا انك بعد اغترابك ده واخذت فلوسك وريحتي واستثمرت يعني احساسك كان اكثر حاجه شنو حاستي بها يعني انت مقدر من ياتو ناحيه اكثر زول بيكون ديفينتلي مبسوط لانه السودان اتس يور روت اند اتس وير يو بيلونج And you want to do something for your people. It's your big family, and you can't be detached from Sudan also. Yeah, salam. At the same time, of course, England, يعني it's home. I have home. My son Hosh and daughter are here. My friends. Yes. I have. So it's home. Yeah. So okay. I can't say that. Both are home. اوكي تمام. طيب في تكريم هسه برضه حصل لك قبل اظن اقل من شهر اللي هو احنا كنا رسلناه برضه في السوشيال ميديا اليوم بتاع الامراه امراه عرب ويمن اوف ذا اير اللي هو افضل امراه عربيه في عام 2017 كده كلمينا عن ده وبرضه اعطوك ليه وليش على سي اساس التكريم الاخير ده يعني لما انت برضه دعوك ليه ومشيتي وتكرمت لانه حتى احنا ما شفنا في الفيديو شفنا في الـ في الـ في الانترنت الكرموا معاك كلهم شيخات واميرات ويعني ناس كلهم في 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 في, في سينيور بنقول شنو يعني في في وظائف كبيره يعني في معظمهم في مع الامراء والرؤساء وكده في العالم العربي ومش معنى كده انت اقل منهم لكن انت ما رئيسه ولا في يعني معظمهم في الرينج بتاع الرؤيسات واميرات وانت ما شاء الله عملتي حس يعني تقديره لك واختياره لك كامراه من المراه العربيه لعام 2017 احساسك به وكان شنو برضه لانه ده قبل شهر صح اقل من شهر بالضبط يوم كان 30 احساسك كان شنو يعني بالتقدير ده again proud to be a Sudanese and that I'm sure it's not only me and there are a lot of Sudanese ladies doing great jobs and they are in the shadow but maybe because يعني it is something sensitive with breast cancer وعرفوا and I was nominated and they told me that when they didn't know about it and when they knew they accepted the nomination straight away يا سلام والله انت وانت في العالم العربي في 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 مراكز متخصصه في الموضوع ده كتير في العالم العربي حسب معرفتك في مراكز متخصصه مثلا في السعوديه في مصر في ما هو شامله كلها في الوضع في العالم العربي شنو في متعلق بمكافحه الكانسر او السرطان بتاع الثدي
لا ديفينتلي فيه، لانه برضه مشكله الحقيقه، لانه لازم يعني بيكون اسهل وتميك سنس انه يكون جزء من مستشفى كبير، لانه انت بتحتاج زي ما قلنا ايميجنج ديبارتمنت، يعني ماموجرافي واكس راي والترا ساوند، وبتحتاج المعمل وبتحتاج الراديوثيرابي، فدايما السيتويشن بيكون في مستشفى كبير بيشمل كل حاجه، وجزء منه بيكون البريست ورك. اوكي طيب يا دكتوره، في ناس كثيره طبعا، امراه بسيطه، علام، دكتور، غيره، ناس كثيره ما قد يكون ما متخيلين التكلفة الكبيرة اللي بيحتاج شغل بتاع مكافحة السرطان الثدي ده في أي مكان في العالم، حتى في بريطانيا هنا، ده من الأشياء المكلفة للدولة. فتقدر تدي فكرة للناس اللي بيشاهدونا، يعني عموما طبعا ما بتقدر تغدر تقولي والله بيكلف علاج كل سيدة بيكلف مثلا كده $1,000 ولا 2000 ولا مليون سوداني ولا غيره غيره، لكن الناس ما قادر تتخيل ضخامة، يعني لما تقول لهم الأشعة والعلاج بالذرة وبيسمعوا العلاج بالكيمائي، ما في زول بيعرف القصة دي صعبة ومكلفة كيف، وذاتها هي مجال متخصص، أنا في السودان ما في كثيرين متخصصين ذاته فيه. فتقدر تدينا فكرة عن الـ عن الـ عن الـ التكلفة الكبيرة لعلاج سرطان الثدي، وإنه طبعا السودان دولة فقيرة، يعني بتقدر تدي تقدير لأنه بيكلف كم مثلا، لو حد لا قدر الله سيدة عايزة تعالج منه في السودان مثلا بيكلف أراون كم مثلا يعني لعلاج من، يعني طبعا لما بتخش فيه أجهزة كثيرة زي ما انت فيه تخصصات كثيرة. زي ما ذكرت طبعا في أي حتة في الدنيا علاج السرطان مكلف ومكلف جدا، وعشان الإكويبمنت صح أكثر حاجة، علشان الإكويبمنت والكيموثيرابي، العلاج الكيماوي طبعا غالي جدا، وللأسف في زي بلادنا وفي في البلاد الأندر ديفلوبت بيجوا متأخر، فهو بيكون التكلفة أكتر من إنها تعرفت عنه في مرحلة مدقنة. وبعدين في الحالة دي هي بتحتاج لعلاج كيماوي جبال، وبعد العملية بتديها في الأول عشان يصغر لها حجم الورم، بيبقى أسهل إنه تتعامل العملية. وبعدين بتاخد تاني بعد ما تعمل الجراحة، فده بيخلي طبعا التكلفة برضو بتزيد، عشان كده كل ما نوعيهم ويجوا بدري فرص الشفاء بتكون أحسن، وتكاليف العلاج برضو بتكون أقل. طيب والمعدات اللي بيستعملوها انتوا والأشياء اللي بتستعملوها دي، حسب ما أنا عرفت من بعض الأطباء وكنت بتكلم مع جماعة، مكلفة جدا، يعني ما هي ما أشياء بتاعت أشعة عادية، دي متخصصة خالص. وحنجيك أسأل الموضوع الكبير اللي كان بيعاني منه السودان، واحتمال هو طبعا الحظر اترفع، إنه من أكثر حاجة كان فيها مشكلة إنك تجيب المعدات دي كيف، يعني أكدت دينا فكرة يعني التكلفة بتاعتها كم، يعني ما طبعا ما حدا قدر تقولي والله دي بتكلف كده ولا، لكن عموما كونه يتعامل مستشفى متخصص فيه والحاجات دي كلها، يعني بتتكلم عن كم، يعني مثلا عن ملايين الدولارات، آلاف يعني السكيل بتاع القروش كم في إنه يكون في إكويبمنت زي دي في مركز زي ده مثلا؟ بتكلف يعني هنقول مثلا في التشخيص، نعم، ديجيتال ماموغرافي ماشين ممكن تكلف رينج يعني ما أقل من $300,000 وبتطلع فوق لغاية ديبينز، عارف زي ما الأكسج ممكن تطلع أكتر من كده. برضو العلاج بالأشعة الأجهزة الجديدة برضو بتكلف كتير، ممكن تكلف قريب لثلاثة مليون دولار. لكن الحاجة كويسة جداً، كل الانترناشونال كومبانيز ناو اللي بيعملوا الاجهزه دي بيجوا بيعملوا اجهزه بمواصفات جيده جدا، لكن بيعملوها ما يكون فيها كل ما يكون فيها كل الاوبشن للحاجات اللي ما هيستعملها، بتكون كويسه يعني مثلا ديجيتال ماموجرافي، فبيعملوا لكل الديفلوبينج كونتريز very good equipments which suits بالضبط الحاجات الما يعني الميكروسوفستيكيشن دي ما بيحتاج ما في ما بيحتاج اوكي لها. وبتأدي الغرض كامل، بتأدي الغرض وممتازه. وبرضه بالنسبه للعلاج بالاشعه، يعني واحده من الشركات المعروفه فاريان دي امريكيه بيعملوا احسن اشعاع علشان يعالج كل اي عضو غير البريست، برضه عملوا very good machines علشان للديفلوبت كونتري وممتازه يعني. اوكي طيب، نحن سمعنا برضو زي ما كنا متابعين وناس كثيرين طبعا قاموا
وكتبوا على الموضوع ده وطب فيهم. حتى آخر مرة تكلمت كان في الندوة دكتور رسال رطاها كتبت على الموضوع ده، ناس كثيرين يعني. اللي هو طبعا السودان كان بيعاني من الحظر الأمريكي وبالذات في الحتة بتاعت الأشياء الطبية دي، وناس كثيرة تكلمت عنها يعني أطباء بالتحديد وغيره. أنت أول حاجة ورينا كيف لتحد عانيتي في الفترة بتاعت إنك قبل ما يرفعوا الحظر، وأنت برضو معروف عنك مشيتي وعملتي كامبين وحتى تكلمت عن إنه الحياة يعني ساعدتي في إنه ذاته الحظر ده يكون في ناس بيتكلموا إنه لازم يترفع. فورينا تجربتك مع السودان في أيام الحظر الاقتصادي من أمريكا، وأنت عملت شنو بصفتك الشخصية؟ الحقيقة للمركز جبنا كل الأجهزة من GE، وكانوا ممتازين لما عرفوا السودان وإنه يعني developing country and it was a very حظر جاءتكم. It was a very good deal. اشترينا منهم كل الأجهزة، ultrasound وماموغرافي أنستيزيا جنرال راديولوجي. It was a very good deal. وفضلوا لمدة سنتين الوارنتي okay. Unfortunately بعد ما انتهى as soon as the warranty finished it was nightmare. They didn't want to know about us. Spare part. ده في سنة كم كان بالضبط لما we opened انتهى. In 2010 12 ايوه all 13 it was unbelievable. We ولا ساعدوكم في تجديد the problem is you have to have an OFAC license for everything. You apply for OFAC license for the spare part. You apply for OFAC license for the engineer who travels from Cairo to Sudan, and it's not you apply and you get it, because there are a lot of other countries having the sanction, like even Russia and a lot of countries. أيوة أيوة. So it takes between 6 months and 18 months just to have the approval. يا سلام. لو الناس عانت منه شديد، وانت عملت كام بشهور برضو تكلمت عن الموضوع ده، عملت شنو من ناحيتك الشخصيه؟ يعني استعملت البروفايل بتاعك في انك انت تو هايلايت القصه، ناس كثيرين يتكلموا عنها. انت يقال بتذكر انك برضو كنت تكلمت عن الموضوع ده مع الامريكان صح في السفاره وكذا، عملت شنو بالضبط كان يعني دكتور؟ نعم اتصلنا ب we were lucky because we had from the congress. Congress members came to visit Sudan. في 2013 مش كده؟ Now that was 15. 15 طيب. أول 14 إلى 14 President Carter came and we complained and he was really great and he tried to raise the matter and but it was really positive when the Congress members came and they were two ladies. And they are the ones who really solved the problem straight away, contacted them. And a few months, that time she solved and we got the spare part. And a few months later, through them, I went to Washington and they managed to lift the sanction from all GE medical equipments to the whole of Sudan. Yeah, salam. Did you have 2015? Yes. ممتاز والله. ده كان مع الامريكان. هل عملتي اي حاجه هنا مع في متعلق بالحكومه الانجليزيه بحكم انك انت هنا يعني صوتك مسموع اكثر كونك قدرتي مع الامريكان دي معناتها it was good والله. الحقيقه لانه الايكويبمنت كانت امريكيه. ايوه ايوه والله ممتاز يا اخي. يعني ناس كثير بنقول في حاجات اللي بيعملوها الناس كيف تكون معروفه، لكن ده طبعا ده مجهود اكيد مقدر. طيب هل أسيتوا حاليا عندكم كل الخلاصة المركز مجهز من كل انتوا صح شغالين لكم 3 ولا 4 ييرز هسه؟ هل المركز هسه فيه كل الايكويبمنت ولا ستيل عندكم حاجات ناقصه فيه؟ مش نقول ناقصه لكن يعني شنو الحاجات غالية جدا. مينلي الماموجرافي ماشين حسي لها 8 سنين وبعدين وي يوز ات 24 hours 5 days a week. And it's coming to the edge, and we're having more patients expanding. So now we are campaigning to raise money to have a new mammography machine. Well, campaign in Sudan, or abroad here in Inglaterra, or? Wallahi, we're coming out. In Sudan, يعني we have a charitable fund. أيوة. And that started in 2014. And the charitable fund is to raise money to
support financially those who can't afford it. صحيح. Though, I mean, the fees we charge is not a lot at all. I mean, for example, mammography, they pay something like $30. The same digital mammography, if you go outside, I mean, we can't compare. Here in London, in Harley Street, you pay 240 sterling. فانتوا بتحاولوا تعملوا لها سبسيدايز يعني. Yeah, so all the ladies who can't afford. عندكم جروب شايف في الويب سايت حقتكم بيسمونه اصدقاء المركز صح؟ That's true, yeah. في سودانيين كثيرين طبعا ورجال اعمال مهمين. ورجال الاعمال مشكورين يعني all the business people they give us standing order and we do surgery 3 days a week and most ladies we support operations and radiotherapy. ممتاز طيب الاسيت اللي انت عامله والابيل ده ولانه ده مشروع انا بعتبره مشروع وطني الناس اللي بيشوف التلفزيون طوالي المستشفيات حقت الكانسر في السودان في مصر دي طوالي بيجي يقول لك اتبرع كل سنه في رمضان بالذات يعني نعم ليه ما فكرتوا تعملوا حاجه زي دي يعني مش بنفس التكوب بتحاكوها لكن يا ريت لو الناس تساعد معاكم هل عندكم توجه معين في انه تقولوا لانه انا بعتبر ده حمله قوميه ما حاجه لمركزكم انتوا ده موضوع يعني المركز ده بيحل مشاكل السودان كلها هسه فهل مفكرين تعملوا حاجه زي دي انه تعملوا يعني حملة قومية إنه الناس تساعد المركز زي ما بيحصل في مصر المستشفيات الضخمة دي صح في ناس زي حضرتك جي استثمروا فيها وساعدونا ووقفوها لكن عشان تواصل بتكون دايرة إنكم فهل عندكم فكرة تتوجهوا لتوجه كبير يعني ناشونال زي ده مثلا أو انترناشونال زي ما أنت كنت جايين براسة تشوفوا هنا الحقيقة دايرين لأنه مهم جدا والمركز ما حقي المركز حق كل السودانيين وكلنا لازم مع بعض يعني أنا بفضل I'd rather prefer if everybody pays £1 a month and we all do it and raise the money other than going to whatever one pound حقنا ولا حق السودان أي شيء لأنه يعني ده بسيط في السودان شديد and we did something really very good sort of private public partnership اللي هو القطاع الخاص ولا القطاع الخاص ده موضوع كبير بس احنا بنقدر نشوف الامم المتحده on the presumption ان احنا قطاع خاص يعني برغم ان احنا نون بروفيت ف الزكاه ديوان الزكاه جم وزارونا ومشكورين وادونا مبلغ ساعدنا به الناس وعملنا بيننا وبينهم sort of agreement those who really we investigate If they can't afford it, we, if she needs £1,000-£2,000 or whatever, if we sign the form and they go to them and they approve it and they support it, which is very good. As well, when the ladies are diagnosed and they need further investigation like CT scan or other investigations, they, if we approve it, they go back to the government health insurance ايوه and التأمين الصحي وناس التأمين الصحي على حساب التأمين بيخلوهم يعملوا الفحوصات كلها ويجونا راجعين عشان العمليات فأفتكر دي حاجة كويسة جدا وبتفيد كثير من السيدات ممتاز طيب يا دكتورة في سؤال طبعا احنا مهتمين جدا بالدياسبورا زي ما قلنا ده جزء من اهتماماتنا وده مشروع كبير قاعدين بيه في اليو كي هنا بس في بريطانيا دي حسب معرفنا من الاحصائيات السودانيين الاطباء الموجودين في وزاره الصحه يعتبروا ثاني اكبر نسبه بتاعت يعني دكتورز بعد الهند تايلي في اليو كي يعني احنا اكثر من المصريين من السوريين من اي جنسيه ثانيه وفي مقوله بتقول اي مستشفى لو دخلت بتلقى فيها سوداني وفي اخصائيين بيقال يمكن بالساوزنز كتار كبار جدا فيهم واحدين معروفين زي محاميد وديل اللي تقول تخصائي في جراحة الثدي ولا شيء ديل كلهم نحتك بيهم أطباء مهندسين غيرهم لكن خلينا نركز على طب أكتر كلهم بيقول لك دارين يعني نعمل للسودان دارين نساعد دارين وبيتبرعوا بيمشوا قوافل كثيرة جدا بس كان في مؤتمر بتاع الجمعية السودانية وكان في ناس دكتور بيمشوا ناس الكلى ديل ناس بيمشوا سلامات وبيعملوا كلهم بيعملوا مشاريع كثيرة جدا يمشوا بعالجوا كده يا ريت لو توجه له بس رسالة كل الأطباء عموما ولو كله بس هم قال لهم احنا يا دكتور تحت يدك دايرين نساعد ده ما مشروع للسودان وفيه ذات الصدقة وفيه خير وفيه مية حاجة يساعدوك كيف
يعني هسه تخيل الدكاتره كلهم قاعدين لك هنا بس في اليوكي، ما بالك هسه ناس دكتور بان البروفيسورات ديل قاعدين في السعوديه في الامارات ديل من كل العالم كلهم ما هم درسوا هنا. بروفيسور سهل الجبيت تقول تعرفوا كلهم ناس ديل قاعدين في الخليج وغيره دايرين يساعدوا السودان وهم بيفهموا كلامك ده اكثر من يزول يساعدوك كيف؟ شقين بالاكسبرتيز ايوه اند ديفينتلي فاينانشلي. نعم بالاكسبرتيز طبعا ذاته بتخلي الناس الموجودين هناك يشعروا انه بيبول كير. لو ما نيجي السودان لو مثلا واحد بتاع بريست سيرجن يجي وفي خلال الاسبوع اللي يجي ويخش الثياتر ويشتغل مع الناس that's really great. هل انت عندك اي يعني طرق للتواصل في الحاجه دي ولا لسه؟ احنا ممكن نساعد فيها يعني. هل عندك مثلا فورم في الويب سايت دول يتواصل معاه ويعني في بروسيس معين عندك ولا دائرة التوبيلدت يعني من جديد انه الناس لو حد اسال اقول سير يو نو انا اخصائي بتاع بريسك او ذا رجع اقعد معك اسبوع اسبوعين عندك اي بروسيس يعني موجوده في الويب سايت في كده ولا كيف يتواصلوا معك؟ تو بي جريت الويب سايت يتواصلوا لاي رساله وبعدين احنا وي ار فاميلي وي ار تيم وكلنا بنشتغل مع بعض في المركز يعني ما عددنا ما كبير خالص فطوالي كلنا بنشوف whatever مطلوب مننا ممتاز. وطوالي بنتصل بيرسونال يعني. طيب في سؤال تاني كتير بيسألوا لك انا كتير بجايب له بقول له يا جماعه اللي عايز يساعد ده بيلقى حل يوصل. انت قلت فاينانشالي لو هسه كل الاطباء ديل دارين يساعدوا بيساعدوا والله في اي لحظه احنا بنتواصل بكل السودانيين يساعدوا في ايام الفيضان وايام شنو they will come forward. لو بكره دارين يساعدوا هل انت عندك مثلا بروبر يعني طريقه واضحه في السودان؟ هسه انا اقول في السعوديه ما شرط ارسل عن طريق جمعيه، انا ارسل فلوس صدقه ابعت لكم في في عندك يعني طريقه واضحه الناس تقدر تراسل ويوصلوا لك الفلوس دي ولا انت عندك يعني خطه لقدام تعملي مثلا فند في كل في السفارات يعني استديت فرصه انه ليه مثلا ممكن تدخلي معك السفارات يعني عن طريق الخرطوم هناك انه في كل سفاره طبعا مشروع بيخدم اي ذول في السودان ده مشروع انا متوقع المفروض يلقى سبورت من اي حد فممكن في كل سفاره لو حد يساعد يعني هل عندك خطه معينه لانه الناس كيف تساعدك ماديا في الخرطوم في عموما يعني قول اسف في اطباء في السعوديه في الامارات في امريكا في حساب يعني كومبليتلي سيبريت فروم كي بي سي سي نعم للهجرة علشان الشاريتابل فند بنحطه فيه قروش نشيل وده حساب متخصص للتبرعات نشيل منه خلاص احنا هاخدته بعد في الفيديو الاخير هاخدته واضح تمام وفتحنا برضو دلوقتي حساب في البحرين ممتاز على اساس برضو لو في حد بيحب يتبرع برا والخطه دلوقتي علشان الاكويبمنتس ان شاء الله والابلاي هنا ونعمل للتشاريتابل التشاريتابل كوميشن نعمل تشاريتابل في بريطانيا هنا وحساب برضو علشان بس حاليا عندك حساب في السودان واحد في البحرين نعم ممتاز وحتعملي واحد في لندن هنا اي هنعمل تشاريتابل كامباني او بنعمل تشاريتي علشان وي كان جمعيه خيريه هنا في بريطانيا جمعيه خيريه عشان وي كان ايفنتس تو ريز ماني وذات ماني وي هاف تو هاف ان اكونت سو وي كان بوت ذا ماني وي كولكت ممتاز ممتاز جدا. طيب يا دكتوره عشان برضو تسهل القصة احنا مستعدين لما توريهم حد ينشرها للناس ونعملها ويا ريت الاطباء ياخذوها سيريسلي. انت قلت المعدات والمعدات هسه المعدات اللي انت حاليا يعني حاجه يعني ضروريه جدا عايزه تجمع لها الفند عشان تشتريها ما عايزين نعرف تفاصيل لانه ما بتب لكن يعني التكلفه بتاعتها كم انت هسه بتفتش على انه تريس فند قدر كم يعني فند حسي وي نيد 0.8 مليون 800,000 دولار 800,000 دولار دي المحتاجين ودي لي يعني حاجات ضرورية انك انت محتاجينها في ايوه وتالي شنو حوجتك يعني هسه عندك هل عندك من اصدقاء المركز ديل طبعا في شباب كثيرين هسه بيشاهدوا فينا وكلهم بتاعين ويب ديزاين وغيره وغيره هل ما بتحتاج انه يحس انه ممكن يخدموك برضه ديل لانه يعني في منظمات كثيره في السودان الشباب ما شاء الله فيري اكتف ممكن هل عندك اي بروسيس انه برضه يقدروا يساعدوك لو محتاجين لاي حاجه في الماركتينج في حياتك دي ولا ما عندي يعني عندي بروسيس الناس يقدروا يتواصلوا بس بالتيم الصغير بتاعك ده ولا كيف يتواصلوا معك؟ والله يعني it would be great لو ممكن يجوا ويزوروا او يتصلوا بيهم وزي ما عارفين يعني السوشيال ميديا it's really had it has a very great effect nowadays وممكن الناس تتواصل فلو جم ناس وساعدونا
علشان to develop it more will be very happy. ممتاز. نحن حنواصل مع السوشيال ميديا بعد شوية، لكن سؤالين أخيرات. السؤال الأول ده سؤال نحن لأنه من رب، نحن عندنا علاقة قوية جدا مع برنامج الأمم المتحدة اللي هو United Nations بتاع Children and Youth، لأنه طبعا البنك الدولي والأمم المتحدة كلها بتقول الفيوتشر المستقبل حق العالم في الشباب. نعم. فداير منك نصيحة بأي زول أنا قابلته سألت السؤال ده كلهم وطيفة وضعهم شنو نصيحة للشباب، بنقول دائما بسأل الضيف بقول له أدينا خارطة الطريق للشباب. عندنا آلاف آلاف الشباب السودانيين العرب كلهم السوداني فضل البحرين والأردن كلهم قاعد يمشيهم، لكن في السودان عندنا آلاف آلاف الشباب يحملوا درية الماجستير ولا البكالوريوس كلهم بيقعدوا عندهم، وشباب يانعين وسمارت واسكياء وكله عليهم وسادة بيشاهدوا فيه كلهم. أديهم النصيحة فيهم واحدين يعني بيقولوا فيه إحباط بيقولوا ما لاقين شغل، نصيحتك لهم شنو؟ خاصة إنتي كمان ما شاء الله ومن يعني البنات بالذات لأنه الومن بيحس إنهم ما لاقين حقهم معه، لكن الشباب عموما نصيحتك للشباب شنو؟ ويعملوا شنو؟ يفكروا كيف تفكيره مثلا؟ والله يعني if there is a will there is a way. طيب. And you don't give up. الواحد بيقع وبيقوم وبيمشي. نحن ذاته يعني I'm very grateful to this country. يعني when we came we achieved a lot. Education, work, degrees, wealth, money, and that's how we went back and invested in Africa. أو بترجع يمين أيوه. يعني. صح. فهي القصة والشباب يعني الفرص اللي عندهم كثيرة جدا. It's hard work. ما في حاجة بتجي. بروفيسور الحواج آخر لقاء عملنا معه وقال الفرص تجي للذي يسعى لها، يعني فعلا لازم يسعوا لازم يكونوا هارد. طيب وتاني شنو أنتي بتشوفيهم قاعدين هذا فوتوش يوم شاب، أنا دائما بقول شاي على يوم برج اتصالات بدل يوم بالآلاف هناك، يعني أنتي لو بكرة فوتي خرطوم وعزموك شاي هناك وقعدتي معاهم حتقولي لهم شنو؟ أقول لك هاي دكتورة ما لاقين شغل ويويك هارد. حاجة صغيرة يعني أوكي. أي حاجة صغيرة بتكبر. طيب. ويعني أنا ما I don't like criticizing لكن برضو حسي مع الموبايل والتلفزيون وهناك يعني الناس عايزة كل حاجة بسرعة أكتر يعني they don't wait. حتى ابنك الصغير عايز لعبة ما بيستنى العيد ميلاده okay, they want it yesterday يعني فشوية وخصوصا we are developing country and وعندنا ظروف يعني حتى السودان مع السانكشنز وإيفن حس رفعوا السانكشنز nothing will happen overnight and لازم تويت حاجة فبرضو يعني ما في حل غير إنه you really just take it and there is light at the end of the tunnel ما في منك. طيب إذا ذكرتي هسه السانكشن ونختم بالسؤال لاسو سؤال لأنه السودان هسه كل الموضوع على السانكشن. طيب أسف حتى قبل 10 يوم كان السفارة هنا جو وفد كبير ووزراء وغندور البروفيسور يعني نعم. وفد ضخم من السودان عشان تبرو كان في حاجة هنا مع السفير البريطاني في الخرطوم نعم. اسمها UK سودان انفستمنت دي وده كله عشان تبروموت السودان ويشجعوا الاستثمار في السودان. انت كزول فتي وعايشة زيها ويبوت ماني زيها هيوج يعني صح هو ما بروفيت لكن برضو عشت التجربة كلها أسا بعد ربع السانكشن انت مشيت ايام السانكشن كمان كلمة أخيرة يعني لكل السودانيين اللي هم برا دارين يرجعوا يساعدوا في بلدهم يستثمروا خلوهم يمشي يستثمروا مش انه بس ينقلوا تكنولوجيا يمشي يعملوا مستشفيات مدارس نصيحتك لهم شنو بالوضع على ستتي ايتي ما جيتي بس هنا زيارة وراجعة يعني اللي هسه انا دارس استثمر نصيحتك للناس هسه بعد الوضع ده وما في سانكشن كيف يساعد السودان من ناحية بتاعت الاستثمار؟ نحن بنقول ما في سانكشن even لو اترفع السانكشن I think ideally ما حيحصل حاجة قبل ما يحصل proper interaction in dollars we have to accept that and we have to admit it لغاية ما يكون عندنا ممكن تفتح حساب بالدولار والناس تقدر تتعامل بالدولار كليلي اللي حصل لسه يعني انت بتشوف لو ما حصل ده ما بنقدر that's the main really thing ايوه لانه انت زول استثمرت يعني تعرف يا اخي يعني يؤسس اي حاجه يا اخي يعني ما لا بيكون بنقدر نفتح حساباتنا بالعمله الآية يعني زي هنا نقدر نتعامل يعني ما في اي طريقه نقدر واللي تحد بتشوف الدياسبورا برا الاطباء ولا الناس اللي عندهم فلوس دي اللي تحد تحس انه ممكن يقدر يساعده
لانه اكبر مشكله ان احنا بنرسم قروشنا كلها على السوق السوداء يعني للاسف، لانه السيستم كده مش لانه الناس دايرين، ودي مشكله قدام الحكومه والقبله وغيرها. فعندك اي فكره في الحته دي كيف الدياسبورا يقدروا يعني يلبوا اتليست زي ما قلت انت تو بي باك يعملوا شنو؟ هسه كثيرين بيقول لك علام دايرين نساعد كيف؟ انا فلوسي البنكي بيديني كده والسعر في السوق 50 مره قدره. ففي حاجه ممكن الناس يقدروا يعملوها نساعد البلد التعبانه دي؟ ولا انا نوت بزنس وومن لكن يعني ما بعرف القصص دي كثير اصله يعني لكن لازم يكون في عمله حره في السوق. I think لغايه ما ده يحصل it will be difficult لكن ان شاء الله يعني حيحصل ومتفائلين وان شاء الله بكره احسن من النهارده وكل حاجه بتتحل سلولي لكن ان شاء الله المستقبل حيكون والله ده كلام جميل وده نختم به اللقاء ده. حنواصل مع الفيسبوك لكن دي نهايه جميله والله دكتوره. احنا كونه ذاته نفتخر كلنا كسودانيين يكون عندنا مركز الوحيد في كل افريقيا ومش مركزه بس يعني بالاسم وانما فعليا هو يقدم خدمات على مستوى بريطانيا. انت كنت من الناس التغودي هذا المجال هنا فده شايفه فخر كبير للسودان. وقبلها لو كل اللي بتابعونا يذكروا مركز ابحاث المايسيتوما بتاع احمد الفحل يعتبر من المراكز الاولى في العالم لعلاج هذا المرض ال WHO خدتاه وكان في زمان هيئه البحوث الزراعيه من اكبر مراكز البحوث الزراعيه في افريقيا. يعني احنا يا ريت لو نحتفل بالاشياء دي. نحن نشكر جزيلا يا دكتوره وشكرا لوقتك لكن لانه عندنا ناس الفيسبوك دي نشوف اخر بس 3-4 minutes من الفيسبوك ونختم لقاءنا معك. جدا خليني اشوف بس الفضل. شكرا لك.